السيدات والسادة الحضور، نصل الآن إلى لحظة تكريم فريق العمل الذي بذل جهوداً استثنائية وساهم بعمله المخلص في تحقيق هذا الإنجاز الكبير في مجال التحول الرقمي ونظم المعلومات الجغرافية. هؤلاء المتميزون كانوا وراء تطوير وتنفيذ الأنظمة التي أهلت المحافظة للفوز بجائزة التميز في نظم المعلومات الجغرافية، وهم من عملوا بإصرار وتفاني لتحويل البيانات إلى رؤى وإجراءات إلى إنجاز. نبدأ التكريم بالسيد محمد سامي، مدير مكتب نائب المحافظ، فليتفضل. المهندس محمد ثروت، المهندس المدني، فليتفضل. المهندس عمر صالح، المسؤول الفني لمشروع شرم الخضراء. الدكتورة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، والتي قادت فريق العمل نحو تحقيق هذا النجاح. وتتفضل أيضاً دكتورة إيناس سمير بتسلم شهادات التكريم الخاصة بدكتورة إيمان متولي التمساح، المحلل العمراني بالمرصد الحضري، ودكتورة المهندسة يارا أكرم، المهندسة المعمارية، وأيضاً المهندسة إسراء عاطف، أخصائية نظم المعلومات الجغرافية. كل التهاني لكل الحائزين على هذا التكريم.